علاقة عجيبة في ديننا بين الرزق وبين الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة الإنسان للرزق، يعلم إن الإنسان وهو خلقه كده محتاج للمال، وربنا قال في القرآن أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قيام حياتكم مرتبط بالفلوس. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يربط في القرآن الاستغفار بالرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط الاستغفار بالرزق بشكل واضح جدا شديد الوضوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بص تركيب الآية كده، ابتدت إنك بتستغفر مش عشان الفلوس، إنه كان غفارا، واتختمت إنك مش بتستغفر عشان الفلوس، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وفي النص طالما نيتك كده واضحة الفلوس بقى جاية في النص. بس خلي نيتك الأول عشان تغفر لي يا رب وبعدين ترزقني. والنبي ربط الرزق كمان بالاستغفار، من لزم الاستغفار لزمة، يعني له ورد استغفار ثابت كل يوم، عدده قد إيه أنت حر، بس المهم أنك تلزمه 100-200. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ادعي يتحقق دعائك وينزل الرزق، ربك راضي ليه ما يرزقكش. يلا نستغفر ربنا. أستغفر الله 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 أستغفر الله.